في هذه الفتره ديال البرد كيمرضوا وليداتنا بلا غريب بالرواح، واش هو لا غريب بصح ولا كاين شي حاجه يعني اخرى يعني مصاحبه لهاد لا غريب او شي فيروسات اللي كتدور في الهواء؟ هاد الاطفال هادو شكون هما اللي معرضين اكثر لهاد المشكل هذا، وكيفاش كتكون المناعه ديالهم، وكيفاش كذلك تينقلوا هاد المرض هذا لصحابهم، وشنا هي الاعراض كذلك ديال هاد الحاله هادي؟ الجواب غتلقاوه مع الدكتوره فضيله مرجان مختصه في طب الاطفال والعلاج المثلي بمدينه التمارة. صباح الخير لاله فضيله. صباح الخير. مرحبا، كنسمعوك شويه بعيد. دابا مزيان؟ دابا مزيان، دابا مزيان. شكرا لك دكتوره. كنهضروا على الرواح لا غريب، يمكن هاد المصطلح هذا متداول عندنا في الاسره وبين صحابنا، ولدي فيه لا غريب، بنتي فيها لا غريب، ولكن ربما التدقيق والتفصيل يعني في انه واش غريب ولا انواع من انواع الفيروسات، ربما هنا فين كيجي الدور ديالكم دكتوره فضيله مرجان. مرحبا. مرحبا أستاذ. تماما، يعني كاين الرواح وكاين لا غريب، مجموعة ديال الامور اللي هي تتلاقى في بزاف الامور ولكن مختلفه. هما بجوجهم امراض فيروسيه وهي جد معديه، خاصه في هذه الفتره، اللي تصيب المسالك التنفسيه ديال الانسان، خاصه المسالك العليا، يعني الفم، الحلق، الانف، باغفوا يعني حتى الحبال الصوتيه. نعم. فالفرق بيناتهم هو السبب، لان لا غريب هو عنده سبب اللي هو فيروس الانفلونزا. هو فيروس واحد اللي تيعطينا لا غريب، غالبا ما تيكون ما بين شهر دجنبير وشهر فبراير على حسب كل سنه. بالنسبه للرواح فهو تيسببو اكثر من 200 فيروس، كلها تقدر تعطي من الرواح العادي اللي تنهضروا عليه رواح. وتيكون غالبا واحد الفيروس اللي تيتسمى لو غينو فيروس، ولكن كاين مجموعه ديال الفيروسات الاخرى كلها تقدر تعطينا الرواح. داكشي علاش الجسم ما تيقدرش يدير لهم المناعه كلهم، وبالتالي تيقدر يتعادى كل مره بفيروس مختلف، وحق ما تيبانو لنا نفس الاعراض ولكن راه الفيروس مختلف كل مره. الوغ بالنسبه للمضاعفات ديالهم فهم تيقدروا يعطيونا نفس المضاعفات، سواء كانت غريب او لا كان رواح عادي. يقدروا يعطيونا التهاب في الاذن الداخليه، يقدروا يعطيونا التهاب بالقصبات الهوائيه، شفتوا عند البيبي الصغيرين تيعطيونا دي برونكيوليت، يعني القصبات الصغيرين ديالهم تيقدروا يتسدوا ويبداو يعطينا الصفار ولا هذا. عند الاطفال اللي كبار تيقدر يعطيونا دي سينوزيت، التهاب في الرئتين او لا العمش في العينين، والتهاب في العوينات. نعم، هذوما الاعراض. نعم. تماما. بالنسبه للسن فصحيح ان الاطفال اللي قل من 4 سنين تيكونوا جد حساسين لهذا الفيروس، كيكونوا معرضين اكثر يعني لهذا. تماما، لان جهاز المناعه ديالهم تيكون مازال ما كملش التطور ديالو. نعم. داكشي علاش التردد تيكون اكثر عندهم، وخاصه عند الاطفال اللي تيمشيو لا كريش ولا تيكونوا في اون كاردوري. اييه. انهم تيكونوا في تعرض مستمر للفيروسات. نعم. عند الاطفال الاخرين اللي تيكونوا حتى هما امراض. نعم نعم. غير هو واش عادي دكتوره انه يعني الوليد يتعرض اكثر من مره يعني لهذا المشكل هذا؟ الوغ بالنسبه للاطفال مثلا في عمر سنتين فيقدر يتروح الطفل حتى لعشرة المرات في السنه بلا ما تكون عنده لا نقص مناعه لا حتى شي حاجه، فهي شيء اللي هو عادي وطبيعي. هذا التردد تينقص مع الوقت، وسيرتو عند الاطفال مثلا اللي في سن تاندرو تقدر توصل واحد 6 مرات في العام، وهذه كنعرفوا بانها حاجه طبيعيه. غير هي بالنسبه للمده ديالو فكذلك تتختلف، مثلا في الرواح العادي بعد 5 ايام الطفل تيبدا ياكل، تتهبط الحراره، تتقدر تبقى واحد الكحيبه اللي هي عامره اللي ما خصهاش تخلع الامهات، يبقاو يقلبوا على سيرو اللي يحبس الكحبه، فهذه الكحبه هي رد فعل طبيعي للجسم باش يخرج ذوك الافرازات اللي تيفرزها الجسم. يعني ماشي مشكل. اما بالنسبه لا غريب فتقدر تمشي حتى لجوج الاسابيع، لانها تتعطي اعراض اللي هي اكثر، كمن غير انه النيف تيكون مسدود في الرواح العادي تيكون النيف مسدود، العطيس تيضر لنا الحليق، كحيبه، الحراره تتقدر تفوت 38 درجه. ففي لا غريب تيقدر هذا الشيء طول، يفوت جوج الاسابيع يوصل حتى لجوج الاسابيع، تيولي الطفل عيان اكثر من العاده، باغي غير ينعس، تيدرو راسو، تيدرو صدرو، باغفوا من تيولي الم في المفاصل وفي العضلات، والحراره تقدر ترتفع حتى 40 درجه. كنبغي ناكد ان هذا الشيء كله فيروسي، وخا توصل السخانه حتى 40 هو فيروس وماشي ميكروب، وبالتالي ما نحتاجش الطفل مضادات حيويه نهائيا. يعني الجسم ديالو هو اللي يقدر يعني يقاوم هاد الحاله هذه دكتوره. تماما تماما. فهو هذه اذا كانت المناعه قويه دكتوره، والا كانت ضعيفه؟
إلا كانت ضعيفة خاصنا نعاونوا الطفل أنه يقوي المناعة ديالو، وخاصنا نتاخذوا مجموعة ديال الإجراءات اللي غتخلي الطفل أنه ما يمرضش، أنه واخا يتلاقى بالفيروس ما يمرضش. نعم نعم. ولكن نأكد على كاين بعض الحالات اللي تيخصو أنني واخا تنعطيه بزاف الأمور إذا وصل ليها خصني ضروري نزور الطبيب. فإذا الحرارة فاتت 3 أيام فتقدر تكون عندنا مضاعفات بيناتهم لي زوتيت ولا حوايج أخرى، فلازم نشوفوا الطبيب. إذا كانت صفار في الصدر، إذا كانت صعوبة في التنفس، إذا كان الأذن تضرو بزاف ولا تتسيل بشي مصفر، إلا ولا عندنا إسهال ولا عندنا ردان، لأن الفيروس يقدر يصيب حتى المسالك ديال الجهاز الهضمي. نعم نعم. إذا كانت عندنا يعني سخفة بزاف ولا تيهضروا عن القوت، هذو الأمور اللي خصنا نمشيو نشوفوا الطبيب عليهم، وما يكفيش أننا نعطيو غير العلاج العادي. كتطور الحاله بعد المرض دكتوره فضيله مرجان، لانه كيعمر الصدر ديك العماره والوليد كيولي عنده اختناقات، وربما كنشوفوا اليوم في السبيطارات يعني وفي هذا الوقت هذا الاغلبيه ديال الوليدات نعسين معهم مواتهم. امتى كيوصل الوليد لهذه الدرجه هذه، وشنو هي الاجراءات اللازمه اللي خاصها تتخاذ في هذه الحاله دكتوره فضيله؟ الوغ هذا ما يسمى بلي برونكيوليت. ايفيكتيفون لي برونكيوليت تيكونوا تيتزادوا بزاف هذه الفتره، وهما تيكونوا بسبب ديال التهاب ديال القصبات الهوائيه الصغيورين عند الاطفال. نعم. فهاد حنا مثلا كبار تيقدر نفس الفيروس يعطينا روح عادي. نعم. ولكن اذا ما خديناش الاجراءات ديالنا مع هذاك الطفل اللي تنتعاملوا معاه كل يوم، فانتقال الفيروس ليه تيعطي التهاب في ذوك القصبات الهوائيه. نعم. وتيتسدوا القصبات الهوائيه وبالتالي ما تيبقاش يدوز له الاكسجين، داكشي علاش تيحتاج انه يتوسبيتاليزا باش انه لانه ما تيقدرش يقدر ياكل. دونك خصو يدوز له السيروم وتيخصو الاكسجين، واحد الدواء اللي تيحل القصبات الهوائيه باش يقدر يتنفس اكثر. نعم. ولكن هذا الشيء كله يعني تنقدروا نتفاداو بامور اللي هي سهله بزاف. مثلا في الامور ديال الوقايه، مثلا الناس اللي تيتعاملوا مع الدراري الصغار سواء كنا اباء او كنا مربيات، فلازم اننا نعرف واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف، اللي هي غسل اليدين. ما غادي نخسروا حتى شي حاجه، اننا قبل ما نتعاملوا مع ذاك الطفل. نعم. اننا نغسلوا يدينا بالصابون، وان حتى وليداتنا نعلموهم يغسلوا يديهم. نعم. بطريقه متكرره بالصابون، شفتوا الا كانوا الا عطسنا فيهم ولا كحدنا ولا مسحنا الانف ديالنا، ولكن بس كل مره نغسلوا اليدات ديالنا. نعلمهم كذلك يستعملوا دي مشواغ، لا هما ولا حنا. نعم. نعطسوا ولا نكحبوا. نعم. بس ما نكحبوش يدينا، كنستعملوا دي مشواغ اللي غنلوحوهم ابخي. ايوه. واللي ما عندوش ان مشواغ حتى هذا سيتان ريفلكس اللي نتعلموا اننا نكحبوا في يعني في المرفق ديالنا. نعم. في الكود في بلاصه ما نكحبوا على يدينا. نعم. لان اليدين سيرتي انني نمشي نقص انسان في داخل ولا نقبض فيه، هو يدير يده في فمه ولا هذا، تيدوز له الفيروس بطريقه تلقائيه. نعم. كذلك الامور اللي كيستعملوا الاطفال بزاف، مثلا الالعاب الروبيني لي بواني ديال البيبان، وهذا خصنا نعقمهم بطريقه مستمره. نعم. ناخذوا دي سوليسيون الكوليك من الفارماسي، سوائل اللي هي معقمه، نبقاو نمشيوهم ريغوليرمون. نعم. كذلك الاطفال اللي تيستعملوا الهايه ولا عندهم اندودو تيديهم. نعم. معاهم فين ما كانوا، وتاه معاه لاكريش وجاديه، فخصنا نعرفوا انه راه مليء بالفيروسات. نعم. يعني على الاقل هذيك السكاته نديرها في المداشي من الليل لليل باش نعقمها، وهذاك النونوس ديالو على الاقل مره في الاسبوع نصبنه باش نزول منه هذوك الفيروسات اللي هي فيه. نعم. خصنا نردوا البال كذلك اخت جيهان واحد الامر اللي هو البيوت ديالنا. اييه. البيت ديالنا، البيت ديالنا تنتهوى فيه تماما، تنطيبوا فيه، تنشرو فيه، الوغ هذا الشيء كله تيخلي لوميديتي طالعه بزاف. نعم. تتساهم تكاثر الفيروسات. نعم. الوغ تيخصنا على الاقل نهويو البيت ديالنا، واخا غير 10 دقائق في النهار. نعم. 10 دقائق كل يوم هي كافيه. نعم. باش تخرج لنا السموم اللي عندنا والميكروبات اللي كاينين. والفراش حتى هو اللي الواحد كينعس فيه الليل كامل خاصو يتبدل. دل ولا يتشمش، حتى الشمش يعني مهمه دكتوره فضيله. تماما تماما. وكذلك بالنسبه للقضيه ديال لي شوفاج، لي بارون تيبقاو يسخنوا بزاف، تيخافوا من البرد. اييه. نعرفوا بان التسخين ما خصناش نوصلوا حتى 22 23 درجه، فهو الى وصلنا غير 19 درجه فهذا كافي. نعم. لان الحراره ملي تطلع بزاف كتعطينا واحد الحساسيه ديال المخاطر الجهاز التنفسي. اييه. وبالتالي تولي حساس اكثر انه يقبض لي فيروس. وحاجه اخرى اللي هي مهمه، وهي اختلاف درجه الحراره بين الداخل والخارج. الخارج. نعم. الطفل اللي تيكون خارج في البروده وتيدخل داخل السخونه. نعم.
ولا كان في السخونه. نعم كان في السخونه وخرج البروده كما قلتي كيعطي صدمه شوك تماما، كيعطي واحد يعني شوك تيرميك، كيدير داك لو شوك تيرميك يعني كيخلي دوك الشعيرات اللي عندنا في الانف والقصبه الهوائيه واللي هما اللي كيخرجوا لي سيكريسيون ما كيبقاوش قدامين، كيوقع لهم بحال ان باراليزي. نعم دكتوره، وبالتالي كيتزادوا دوك الافرازات بزاف. والدكتوره يعني وليداتنا راه مسؤوليه، يعني مسؤوليه ديالنا ومنا، بغينا ولا كرهنا حنايا خاصنا نردوا البال صحتهم، نردوا البال كذلك لنفسيتهم، نردوا البال قرايتهم. الواحد يعني مع الاولاد كانه كيبني مشروع انساني. دكتوره فضيله مرجان، تماما تماما، وانا اللي بغيت ناكد عليه يعني اكثر واكثر هو استعمال لي زونتيبيوتيك في الفتره. فلي زونتيبيوتيك كما عرفنا هادو امراض فيروسيه. نعم، فلا مكان لي زونتيبيوتيك، ما كيحتاجوش المضادات الحيويه نهائيا نهائيا. هذا فيروس غيدوز واحد الوقت ديالو وغيمشي. نعم، وبالتالي خاص العلاج يكون اكثر من هو يكون طبيعي. يعني ما تشي لي زونتيبيوتيك تيكونوا في حاله واحده ملي تيكونوا لي كومبليكاسيون، يعني حالات مضاعفات ودارينا اينوتيت ولا هادو حالات قليله بزاف. غالب الحالات الفيروس تيمشي بوحدو، تيخصنا غير ناكومبانيو لونفون في ديك لا بيريود اننا نعاونو باش يتجاوب احسن. نعم، فكما قدرت ديك المره على الهوميوباتي فهي واحد الحاجه اللي مهمه بزاف هاد الفتره كنقدروا نستعملوها. نعم مثلي اييه تماما، لانه تيعاون الجسم انه يتفاعل بطريقه احسن من الامراض ويحمي نفسه اكثر. نعم، فكاين واحد الدوايات اللي تنعطيوهم مره كل اسبوع قبل ما يمرض الطفل. وكاين كذلك دوايات اللي تنعطيوهم في المرض باش نقصوا الاعراض ديال المرض وما نخليوهش يتطور بطريقه خايبه. نعم دكتوره، نعم دكتوره. كاينه اخت جهه واحد الامور اللي تيقوموا بهم بعض الاباء وهما تنعرفوهم بانهم تيبغيو يديروا احسن ما كاين لوليداتهم. اييه، ولكن بعض المرات كيسمعوا شي امور ماشي هي هذيك وتيحاولوا انهم يديروها غير باش ينقصوا الوليدات. مثلا انه تندي الطفل عنده سراده باش تخوي له صدره، وهذه خصوصا الاطفال الصغيرين راه تقدر تكون خطيره جدا، لانها تقدر تعطي يعني مشكل في التنفس كبير. ثاني حاجه انه يعني الجدات وهذا تيقولوا لهم استعملوا القطران ولا تيديروا القطران في النيف ولا فوق في الراس ولا هذا. فالقطران هو خطير جدا وكنبغي ننبه عليه، لانه يقدر يعطي مشاكل كبيرة عند الطفل اللي تقدر توصل حتى للكوما وبعض الحالات وفاة الطفل. وليداتنا كما قلتي هما أمانة عندنا، ما تنلعبوش بحال هاد الأمور. نعم، بخصوص الأطفال الصغيرين، لأنهم هادشي كله ما تيزيد غير يكمل عليهم، ما تيعرفهم حتى شي حاجة. نعم نعم، كنبغي ناكد كذلك ان حراره تنعتبر الطفل فيه سخانه، يعني فقط 38 درجه، اقل من 38 يعني ماشي حراره، ماشي حراره اللي ممكن نخافوا منها. نعم، لا باراسيتامول لا تشي حاجه. نعم لا نعم، تنعاونوهم. وكذلك سيرويد الكحبه، لان كنشوف الاباء تيستعملوا بزاف سيرويد الكحبه، تيبغيو يحبسوا ديك الكحبه. نعم، راه خاصنا نعرفوا ان الكحبه هو ريفلكس عادي في الجسم، بالعكس هو اللي تيخلي الطفل يتخلص من الافرازات اللي تيفرغ الجسم ديالو كل يوم. نعم، فحنا ملي تنحبسوا الكحبه راه تنعطيو تنزيدوا في المضاعفات، الوغ ما خصناش نحبسوا الكحبه. نقدروا نعاونوا الوليدات اللي فوق من سنه اللي يقدروا ياخذوا العسل، نديروا لما في العسل نعطيوه له ثلاث مرات في اليوم، فهذا تزيد المناعه ديالو، تيعاونوا انه يخرج داك المخاط اللي كاين في الصدر ديالو. نعم لا لا، تنقدر نعطيو اغذيه اللي غنيه بفيتامين سي وغنيه بالزنك اللي تطلع المناعه ديالهم. تنقدروا خصنا نعطيوهم يشربوا الماء مزيان، يشربوا العصير، يشربوا لي شوب، هذو كلهم امور تتعاون بشكل طبيعي على انه يتجاوز هذه الفتره هذه ويتجاوز هذه الحاله هذه. دكتوره فضيله مرجان، غدا ان شاء الله نكملوا معك اذا كانت شي بقيه في الموضوع او اضافات اخرى. دكتوره فضيله مرجان، نعاودوها ان شاء الله ونعاودوا نركزوا عليها ونثبتوها ان شاء الله، ومواضيع متجدده كتخص الصحه ديال وليداتنا. الى اللقاء.